زمن للبطولة. المهندس خالد ناصف سليم، عضو اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول عبد الغني رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، كابتن مصر وأفريقيا الكابتن محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي، السادة أعضاء الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة، السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بالنيابة عن نفسي وبالقصار عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة، أقدر وأعبر عن شعوري بالسعادة بوجود نادي الحزم الأفريقي داخل جمهورية مصر العربية. مصر هي البلد الثاني لجميع الأبطال والمدربين الأفارقة، هي مصر بلد لها الأمن والأمان. أقدر أن تكون هذه البطولة بطولة قوية جميلة فيها مستوى راقي من مستويات القدم. أنا واثق في مستوى الأداء اللي هيكون موجود في البطولة الأفريقية للسيدات. بشكر الجميع وأتمنى الحظ السعيد لجميع في الجاهزين. دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، كلمة سيادته.